أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية، مكملين معاكم جولاتنا في مشروعات الإسكان المطروحة الفترة دي، ودلوقتي هنروح معاكم نشوف مشروع جنة أكتوبر، نشوف آخر تطورات المشروع عشان كل الناس اللي بتفكر تحجز فيه. تعالوا نروح نشوف مشروع جنة أكتوبر ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بيكم مشاهدينا، النهارده احنا موجودين في مشروع جنه بمدينه 6 اكتوبر. يمكن ناس كتير من حضراتكم بعتوا لينا ان احنا نزور المشروع على ارض الواقع ونشوفه وننقل كل التفاصيل الجديده اللي متواجده في المشروع، والنهارده هنعرف كل التفاصيل مع البشمهندسه رانيا سمير نائب رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر. مساء الخير يا بشمهندسه. مساء النور. يعني انا فخوره جدا ان انا شايفه النهارده ناس ساكنه وبنشوف تطور كبير قوي في جنة 6 اكتوبر، فدينا نبذة وقولنا ايه تفاصيل المشروع وصلت لحد فين دلوقتي. خطة الدولة المفروض اتعملت علشان ان انا اوفر السكن لكافة شرايح المجتمع. مشروع جنة هي شريحة الاسكان الفاخر. ابتدينا ان احنا بنعمل كومباوند متكامل المرافق محاط بسور بامن ببوابات، والناس بتستلم الشقق بتاعتها كاملة التشطيب كاملة المرافق. طب احنا هنا في اني مرحلة يا باشمهندس؟ مشروع جنة عندنا في اكتوبر اصلا بيكون اوريدي من 280 عمارة باجمالي 6720 وحدة. اتعمل على كذا مرحلة، احنا هنا دي المرحلة التانية بتاعتنا، وفي مرحلة تالتة دلوقتي في الطرح عندنا. ابتدى يسكن معايا ناس، انا عندنا فوق 2200 اسرة ساكنة معايا في المشروع، وشغالين في الطرح الجديد دلوقتي المفروض اللي موجود عندنا اونلاين دلوقتي المرحله الثالثه. اه طيب، لو احنا وضحنا في البدايه للناس المرحله الثالثه على مساحه قد ايه، الوحدات فيها المشروع مساحتها كام؟ عندي اجمالا يعني انا الاجمالي عندي احنا 280 عماره، الثلاث مراحل، الثلاث مراحل على بعض باجمالي 155 فدان. 155 فدان. المرحله الثالثه بقى احنا المراحل اتعملت طبقا للاولويات اللي عندي، ان انا طرحت تنفيذ العمارات مرحلي. فعشان كده هي المراحل، لكن انا اقول انا عندي كومباوند كامل، حتى المراحل اللي ابتدت تسكن معايا انا عملت لها زي سور علشان افصلها مؤقتا عن باقي المشروع اللي انا لسه بعمل فيه كونستراكشن دلوقتي. طب باشمهندسه قولي لي، المساحات مساحات الوحدات اللي مطروحه في المرحله الثالثه قد ايه؟ احنا المفروض عندنا طرحين، عندنا نموذجين بنبنيهم، بنبني نموذج A ونموذج B. نموذج A عندنا تتراوح المساحات فيه من 110 ل 130 متر، نموذج B عندي من 100 متر ل 150 متر. عندي شقق بتبقى مفروض فيه اوضتين وريسبشن وحمام، لغايه فيه شقق ثلاث اوض نوم، ثلاث اوض عامه وريسبشن وثلاث حمامات. تفاصيل المرحله الثالثه ايه؟ طيب اشرحي لنا كده بالتفصيل. احنا المفروض نزلنا اونلاين طرح دلوقتي موجود ومتاح من يوم 15 في الشهر لغايه يوم 16. الناس ده طرح الكراسه، ده طرح الكراسه موجوده على الصفحه اونلاين. الناس بتدخل على صفحه بنك التعمير والاسكان بتعمل ريجستريشن وبيبقى ليها يوزر نيم، بتاخد اليوزر نيم بتاعها بتروح للبنك بتدفع دفعه الحجز الاولانيه اللي هي ال 100,000 جنيه. بعد كده بتعمل ابلودنج للايصال اللي دفعوها، بعد كده بيتفتح لهم الفترة الثانية طبقا للمواعيد اللي في الكراسة في شهر 3 في يوم 5 بتتفتح يوم 1 بيختاروا فيها الوحدة اللي هم عايزينها. أي وحدة بيتم حجزها خلاص هي بتترفع اوتوماتيك من على السيستم. بعد كده بنقفل، وبعد كده بيتفتح تاني بقى المرحلة الأخيرة اللي هي خلاص كل اللي تم حجز الوحدات ليهم بيبدأوا ان هم هيكملوا دفعة الحجز بتاعتهم لفلوس توصل لغاية 20% من ثمن الوحدة، ويليها مع الاستلام بدفع 10% التانيين. احنا المفروض ان شاء الله بإذن الله خلال 6 شهور مثلا هيكون الدفعات بتاعة الاستلام عندي ابتدت تبان تباعا، ان انا هسلم مرحلي ان الناس تبدأ تستلم وحداتها. يعني كمان في ميعاد محدد للاستلام؟ احنا يعني بنقول ان المرحلة اللي في الطرح دلوقتي ممكن 6 شهور ان شاء الله بإذن الله. 6 شهور من دلوقتي؟ يعني بداية من 6 شهور هبدأ اي عمارة بتبقى خلاص افيلبل بسلمها، لان في وحدات افيلبل على طول وفي حاجات هتستلمها مرحلي. طيب باشمهندسه كلميني على الخدمات اللي موجوده في المشروع، وبالاخص طبعا المرحله الثالثه للطرح الجديد. المشروع المفروض عندي فيه 4 اسواق تجاريه، كل سوق المفروض بيبقى فيه 8 محلات. بطرح المحلات بتاعتي بتنزل في مزاد،
تم ترسية أكتر من محل عندنا، في بعض الخدمات خلاص قائمة بالفعل، سوبر ماركت متوفر، الصيدلية متوفرة، محل الخضار والفاكهة، المخبز، الحاجات دي خلاص اتوفرت. عندي بعد كده في 4 مساجد، في مسجد خلاص تم تشطيبه بيقام فيه الشعائر، في مسجد تاني خلال 2 شهر ان شاء الله برضو هيبدأ يبقى يقام فيه الشعائر، والمسجدين التانيين تم تخصيصهم وفي الاجراءات بتاعتهم. كل مسجد فيه مسافة ما بينه وما بين التاني طبعا بيخدم على الكومباوند كله، صح كده؟ اه طبعا، لان انا المفروض عندي مخطط معتمد قبل ما ابدا طرح المشروع بالكامل، اعتمد من الوزارة وهو ده اللي انا ببقى شغالة عليه. عندي في وحدة صحية برضو تم اسنادها المستثمر، خدها خلاص تم شرائها المستثمر. وعندي مفروض في 3 حضانات، الحضانات عندي بعملها زي النظام المتبع في هيئة المجتمعات، ان دي حاجات استثمارية بيتم التقديم عليها بطلبات، والمستثمر اللي بيبقى عايز بتنزل له اونلاين على صفحة هيئة المجتمعات من يوم 1 ليوم 15، الناس بتقدم ساعتها، بتدفع ساعتها جدية الحجز اللي عايزة في المبدئيا الأول. بتبقى قد إيه بقى يا باشمهندسة؟ هي المفروض لما بتنزل الحاجة أونلاين بتنزل مسعرة، فبيبقى المفروض نظام التسعير موجود، الناس بتدفع 10% الأول، وبعد كده بتترفع من الصفحة من يوم 16 خلاص الحاجات اتشالت. بنبدأ بعد كده نعمل زي مفاضلة ونشوف الناس كلها مين فيهم هيتم قبوله فنيا، وبعد كده أبدأ أعمل إن أنا هرسي لو هو عرض وحيد ولا في أكتر من واحد، فهعمل مزايدة عليهم لأن ممكن ساعتها مزايدات تتم على السعر. ولما يرسى عليه بعد كده بكمل المفروض الطبيعي أكمل لغاية 25%، ما عدا لو حد بقى طلب إن هو ممكن واحد يدفع في المزايدة، أنا عايز أدفع سعر الأرض كاش، خلاص خدها خلاص اتدفعت كاش كلها، ويبدا بعد كده يجي يستلم الارض ويبدا يشتغل فيها ان شاء الله باذن الله على ارض الواقع. طيب كلميني عن مساحات اللاندسكيب في المشروع في المرحله الثالثه قد ايه؟ انا على اجمالي المشروع انا عندي اللاندسكيب عندنا مساحته مش قليله، عندي مساحه لاندسكيب بالشوارع بالباركينجز والحاجات يعني في حدود 100 فدان هيبقى المساحه ليهم. عندنا اللاندسكيب هنا متنوع، عندي مفروض ما بين موجود في برجولات، في مشايات، عندي 2 نادي اجتماعي مفروض تم تنفيذهم، في واحد خلاص هيبدأ جاري المفروض ان انا اجراءات تشغيله، التانية في التشطيبات بتاعته علشان اقدر اوفر الخدمة للناس. والمشايات اللي موجودة بالمقاعد للناس. هل في اختلاف ما بين المرحلة الثالثة اللي بتتنفذ دلوقتي والمرحلة الأولى والتانية اللي خلصت اوريدي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا؟ هو المشروع في الآخر معتمد على بعضه، أنا ال 280 كله زي يعني مثلا أنا أروح النهاردة واحدة. ما لقيناش حاجة هنا ناقصة فقلنا نعدلها في المرحلة الثالثة، يعني أنا عندي مخطط معتمد من هيئة المجتمعات بشتغل عليه من الأول. أنا بس اشتغل مرحلي طبقا للتنفيذ فقط. لكن المشروع في الكامل هو مشروع متكامل، مشروع كامل، مشروع كامل متكامل للناس كلها. ايه اللي بيميز مشروع جنة اكتوبر؟ الموقع، انا عندي موقع مميز، احنا 2 دقيقة من عند وصل الدهشور، 2 دقيقة لميدان جهينة، موقع استراتيجي جوه قلب اكتوبر. الخدمات اللي بتتوفر ربطه بجميع المحاور الرئيسية للمدينة، طريق مصر اسكندرية، وصل الدهشور، محور جمال عبد الناصر. ردود فعل العملاء أو يعني المواطن اللي جه سكن النهاردة في جنة أكتوبر إيه؟ يعني أكيد بيجيلكوا ده على الجهاز. إحنا عاملين فريق عمل متكامل، بنحاول أي مشكلة عند أي حد بنحاول نتعامل معاها. أنا عندنا في شركات نزلت معايا، شركة للصيانة، شركة للأمن وللحراسة والنظافة، علشان أخلي الكومباوند يفضل محافظ على الوضع اللي اتعامل بيه ويبقى فيه تطور مستمر. فالشركات كلها صيانة العمارات بالأسانسيرات بالأبواب، فعشان نفضل إن شاء الله بإذن الله يستمر في نفس الوضع ويمكن أفضل كمان. بتتم إزاي صيانة العمارات؟ يعني على مدار مثلا وقت معين كل فترة؟ خلاص أنا عندي شركة نازلة للصيانة شغالة معانا، شغالة يوميا 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، أي شكوى من أي حد بيبلغ بيها فريق العمل وبنتواصل وبنحاول نحلها له على طول. شركة الأمن معايا، الأمن والحراسة والنظافة 24 ساعة الأمن موجود 7 أيام في الأسبوع بيتواجدوا، فيعني بنحاول ان الدنيا تبقى ان شاء الله في صورة افضل على طول. طيب باشمهندسة، يعني لو انا قدمت وخدت واحدة في جنة اقدر ان انا اقدم واخد واحدة في الطرح الجديد؟ هو الاعلان نازل في الكراسة متاح لاي حد
حتى لو خد قبل كده وحدات يقدم تاني، لان ده اسكان المفروض فاخر. ده اسكان فاخر. أوه. ده اللي يختلف في ده. ده يختلف. طب ايه الجديد الفتره الجايه في المراحل؟ يعني ايه اللي هنشوفه جديد في جنه؟ احنا لسه المفروض عندنا وحدات تانية، يعني بعد الطرح ده لسه فاضل وحدات تانية ممكن خلال السنه دي ان شاء الله باذن الله تطرح تاني. يعني نطرح تاني للوحدات التانية. قد ايه؟ يعني ممكن في حدود الألف وحده تقريبا. في حدود الألف وحده تاني. أوه. يعني اللي ملحقش او مش هيلحق يقدم في الطرح كراسات الشروط دلوقتي يقدر ان هو لسه في متاح، لسه في متاح، لسه بينزل تاني ان شاء الله باذن الله. حلو قوي. طب خليني اسالك على اخر حاجه، لو انا طلعت تخيلت كده وطلعت معاكي وحده، ممكن تشرحي لي تفاصيل البنى والديزاين؟ لما نطلع العماره هيكون شكلها عامل ازاي؟ الاسانسير بعد كده هنخش على ايه؟ هنلاقي ايه يعني تفصيليا؟ انا المفروض كده عندنا، المفروض هنا في نموذجين. النموذجين انا الشقق في الاخر بتتسلم للناس، شقق كامله التشطيب كامله المرافق. مفروض كان في عندنا عيناتنا بيتم اعتمادها من خلال وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات وجهاز المدينه، بعتمد جميع الخامات اللي تم تشطيب بيها في كل في جنه عامه. اعتمدنا جميع عيناتنا واللي هي بتنفذ بيها الوحدات كلها. الساكن لما بيستلم كل المرافق، عنده المية، عنده الكهرباء، عنده الغاز، عنده التليفونات، كل حاجته موجودة لغاية باب الشقة بتاعته. لغاية باب الشقة بتسليم كل حاجة جاهزة. يعني خلاص هو هيروح بس يتعاقد على المية بتاعته، ويتعاقد على الغاز، ويتعاقد على التليفونات، بس الحاجة موجودة وراكبة والبوكس راكب لغاية باب العمارة. باشمهندسة احنا حابين نشكركم على المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه. احنا كنا متواجدين هنا مش من سنة، اقل من سنة كنا هنا، وكنا بنشوف كل ده على ارض الواقع، وفعلا في اختلاف. يعني حقيقي شكرا على مجهودكم والمجهود اللي الجهاز بيعمله هنا. مرسي. بشكرك. العفو، ربنا يخليك. مرسي قوي.